يعني ايه واحد يخش الجامعه كده من غير ما حد يساله انت مين ورايح فين؟ ايه؟ وكان غير بواب؟ وكمان يتعامل مع الطلبه ويهددهم؟ احنا فين هنا؟ حضرتك شفت الكاميرات، احنا مش لاقيينه حضرتك في الكاميرات خالص. نعم وده رد، يعني مش لاقيينه؟ نط من على السور. اهدى بس حضرتك، احنا الجامعه كبيره والشباب كلهم كبار، وبعدين مش اطفال صغيرين في حضانات عشان نعلق لهم كاميرات في كل حته. وبعدين ليه زياد متاكدش من الشخص اللي كان بيكلمه؟ هو زياد مش صغير برضه حضرتك؟ اه عندك حق، ما احنا المفروض قبل ما نعت لكم ولادنا نعلمهم ازاي الاول يبقوا مخبرين عشان يتعاملوا مع النشالين والحراميه. لازم تعرف يا استاذ ان ده دورك، انت بتاخد مرتبك من المصاريف اللي احنا بندفعها بالدولار. حضرتك انا ما قلتش كده، انا بقول لا تقولي ولا اقولك. خلصت على كده، ولو انتوا مش عارفين تحموا ولادنا احنا هنعرف ازاي نحميهم. يلا زياد. زياد زياد تعال اوصلك. قلت لك مش هروح معاك. زياد انت ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ يعني ايه مش هروح معاك؟ من ساعه ما جيت واحرجتني في وسط الناس. انا احرجتك؟ اه. وبعدين انا المفروض اللي اسالك مين الراجل ده؟ وانا لو كنت اعرفه كنت جيت هنا. يا سلام، هيكون مين يعني غير واحد من البلطجيه وتجار الفلوس اللي انت تعرفه وبيساومك بيا. ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك فاكر ان احنا لسه صغيرين زي زمان قبل ما تخش السجن. بس احنا عقلنا وكبرنا، لكن انت صغرت قوي في عينينا. خلاص ضاقت بيك الدنيا، ريم بنت صاحبك عشرة عمرك يا اخي، دي كانت مفكراك ابوها، ما كانتش بتتكلم في الدنيا على حد غيرك. امشي امشي وانسى اني ليك ابن اخت، وانا كمان هنسى ان انت كنت ابويا. انت اخر واحد كنت افكر انه يشوفني كده. انت تصدق برضه يا زياد ان خالك هيخون صاحبه وبنته؟ طب قول لي كدبني يعني؟ ما هو يا اما انت يا اما هي. امشي. هشام عايزك تشوف لي جارد يمشي ورا زياد زي ضله في الجامعه في كل حته، فاهم؟ انا عارف ان حضرتك مستغرب المقابله دي، بس في حاجة مهمة وصلت لها ولازم أخد رأي حضرتك فيها. ما رحتش بيها ليه لمحمود بيه؟ أولاً عشان سيادتك اللي طلبت مني الحاجات دي قبل ما تسيب الملف. تاني حاجة أنا شايف إن سيادتك أولى بكل المعلومات دي. اللي هي إيه؟ ده ملف فيه أسماء مديرين البنوك والمحاسبين اللي اتحقق معاهم بخصوص تهريب الفلوس بعد الثورة. عزت منصور. وفي خمسة كمان اتفصلوا زيهم، بس ما لهمش أي علاقة بيه. ولا حتى عمرهم قابلوه. في اتنين منهم بقى كملوا بعد كده شغل عادي لحد ما سابوا الشغل. وسابوا الشغل ليه؟ مراد سيد رفاعي مات في حادثه عربيه من سنه ونص، وفي نفس السنه ممدوح سيد خرج من بيتهم واختفى، ما رجعش تاني ومحدش يعرف اي معلومات عنه. حاجه حلوه قوي. الاول مات والتاني انتحر والتالت اختفى. ايه الجمال ده؟ وبرضه مش هو ده يا فندم اللي كنت جاي لك عشانه. كل المعلومات دي انا كنت عارفها من زمان. الغريب في الموضوع ان اسر الثلاثه دول متعين عليهم مراقبه من عندنا من الداخليه. طلب المراقبه ده خرج بتوصيه من المكتب اللي هو صادق شخصيا. اللي هو صادق. اللي هو صادق كان عارف ان رحيم هلعب علاقه بالعيال دي.
طب ما قاليش ليه؟ كان شاكك فيا مثلا؟ ولا يكون عشان ولا يكون دي بقى يا فندم انا جيت لحضرتك. انا كنت شاكك ان رحيم من زمان ليه ظهر في الداخليه. بس يكون اللي هو صادق؟ طب ليه؟ ليه؟ هيستفيد منه ايه؟ يمكن يكون رحيم ماسك عليه حاجه؟ لا لا يا فندم ما اعتقدش. اصلا قرار القبض عليه خرج من مكتب اللي هو صادق. دي لعبه واتلعبت علينا. رحيم يدخل السجن عشان يبقى في حمايه من نظام عايز يمحي كل اوراق فساده. وبعد ما الاوضاع استقرت يخرج ويعيش حياته. وده يفسر صعود رحيم السريع. بس يا فندم الاستنتاج ده يخض قوي. ما ينفعش حتى نفكر فيه غير لما يكون معانا دليل قوي. هو ده اللي هندور عليه يا خالد. هو ده. ألو أنطوان كيفك؟ يخرب حالك لسه فاكر صوتي؟ والله يا أصيل أنطوان جبت رقمك منين؟ أظن السؤال ده عيب قوي يتسأل رحيم السيوفي. أنا منيح. بقولك يا حبيبي أنا مش عايزك في شغل، أنا طالب منك خدمة. هبعتلك رقم حساب في بنك عندكم في إنجلترا، كنت عايز أعرف صاحبه مين. بس خلي بالك يا أنطوان، أنا عايز أعرف اسم صاحب الحساب ده امبارح مش دلوقتي. تمام، ربنا يخليك يا معلم. سلام. داليا. يا داليا مالك في ايه؟ مالك؟ رحيم في سر كنت مخبيه عليك طول السنين اللي فاتت. سر ايه؟ داليا انا حبي ليكي اقوى من اي سر مهما كان. أنا سبب موت أختك عزة. طيب وسعادتك بقى هنعمل إيه في موضوع اللي هو صادق ده؟ ده محتاج تفكير يا خالد. عشان ما حدش يفتكر إني بتضايق لما القضية اتسحبت مني ومن تاني. أيوة يا باشا بس إحنا كده كده مفيش حاجة في إيدينا نقدر نعملها. ده كان مجرد استنتاج من سيادتك. يعني حتى لو حبينا ناخد إجراء ضده مش هنقدر. في سكة كده بفكر فيها هتوصلنا لحاجة. كويس. سكة ايه بقى مالك؟ لما اتأكد منها هبقول لك. قصدي سيادتك تتأكد مني مش كده؟ مش هكدب عليك يا باشا. أنا مش واثق فيك 100%. عندك حق. وأنا كمان ما أقدرش أقول لك غير إني معاك وفي صفك. مش عايزك تعمل أي حاجة غير اللي أنت شايفها صح. طب في الوقت الحالي سيادتك عايز نعمل اي حاجه يعني لحد ما تشوف حل؟ خليك طبيعي واي حاجه يطلبها منك نفذها على طول. تمام عليك. واحنا رايحين فين كده سيادتك؟ هتشوف. طول عمرك متسرع يا باشا. بنتعلم من سيادتك والله. ما كانش قدامي طريق غير كده. كنت لوحدي ما كنتش لسه عارفك. كنت بشوف قدامي أغلى راجل في حياتي بابا بيروح مني وبيضيع. وليه ما قلتليش كل ده؟ عشان ما كنتش عارفة إذا كان لازم تعرف الموضوع ده ولا لأ. كنت بقول لنفسي هيستفاد بإيه لو عارف؟ مش هيحصل حاجة غير إنك تتوجع. هتتوجع ومش هتعرف تأذيني. عشان أنا عارفاك وعارفة حبك ليا عامل إزاي. كنت بقول لنفسي أنا هأذي رحيم لو قلت له.
بس انا كنت بكتب بكتب عشان كنت خايفه من اللحظه اللي احنا فيها دي. بس الحقيقه اني انا كنت محتاجه اتكلم. يعني انت كنت السبب ان زياد يتربى من غير ابوه وامه؟ انا كنت عارفه ان عمرك ما هتسامحني علشان عارفه غلاوه عيلتك عندك عامله ازاي، خصوصا زياد. بس انت لازم تعرف انا كنت بعمل كده عشان احمي عيلتي، مش انا اللي قلت لزكريا تاجر في المخدرات. دي الأسباب اللي كنت بتقوليها لنفسك مش كده؟ كل يوم بقولها لنفسي زي ما قلت لك يا رحيم، أنا مش جاية أطلب منك تسامحني، بس أنا عايزة أرحم نفسي من العذاب اللي أنا فيه. ساعة بقرب منك وساعة ببعد عنك، وأنت مش عارف ليه. أنا متشكر جدا يا أحمد باشا، دي أكبر دفتة سلاح بقالها سنين.